دكتور، ما هو الوضع في مستشفى كمال عدوان الذي استهدفه الاحتلال؟ يعني الوضع في المستشفيات بشكل عام وفي المستشفيات التي يتم استهدافها من قبل قوات الاحتلال هو صعب للغاية. مستشفى كمال عدوان، مستشفى ناصر، مستشفى الأردني أيضا قيد الإنشاء في منطقة خان يونس أيضا يتعرضون لقصف مستمر، فبالتالي الوضع هناك صعب للغاية، خاصة مع تجمع لعدد كبير من المواطنين هناك كنازحين يتواجدون في هذه المستشفيات. طيب، هل تتواصلون مع الأطقم الطبية في المستشفى المعمداني ومستشفيات شمال غزة؟ المستشفى المعمداني يعني يعتبر تقريبا خارج من الخدمة، حيث أنه محاصر ولا يمكن بسهولة الوصول إليه، وهو مقطوع عنه المساعدات والوقود منذ فترة طويلة. هو مستشفى القدس ومستشفى الشفاء، هؤلاء المستشفيات التي تشكل مدينة غزة أو تشكل الخدمة الطبية لمدينة غزة العمود الفقري لهم، هم متوقفون عن الخدمة وبالتالي هي خارج الخدمة الطبية.